النهارده حضرتك قلت لي 30 دوله، اهم الدول حضرتك بتصدر لها ايه بقى؟ استراليا وعندنا في اسيا كوريا تايوان فلبين دول عربيه، بيطلع لنا افريقيا فيها كام حاجه برضو. اوروبا اخبارها ايه؟ بنودي بس في اسبانيا وبيطلع من هناك على الدول التانية. الخام الرئيسيه للمنتج ده ايه؟ دقيق. طب ايه اللي بيخليه قرمش كده بقى؟ يعني احكي لنا السر الخلطه ايه؟ الطريقه بتاعه التحميص هي اللي هي بتعمل كده. احنا منتجنا 12 شهر، فطبعا دي كمان بتساعد في الشغل. طبعا يعني ما هيش بصدر وانا مطمن. بالظبط. فالطريقه بتاعه التحميص هي اللي بتدي له طول العمر من غير ما يكون في اي مواد حافظه. احفادك طبعا؟ لا، احفادي بطلعهم من الكيس، من الشوال بتاع الكيس. اظن اول ناس بيختبروا اي منتج جديد. احنا النهارده عندنا كم منتج ما شاء الله؟ حاجه حوالي 40 منتج، عشان عندنا اطعم مختلفه، احجام مختلفه. وفي منتجات خاصه بتروح للتصدير بس، مش كده؟ ده كله بيتصدر زي ما هو كده، بس ممكن مثلا الكيس ده في التصدير ممكن يبقى بنحط فيه شكل مختلف، بس في السوق المحلي ما بنعملهوش غير بالشكل ده. فكره المخبوزات اللي محقونه، جبنه محقونه، صوص محقونه، دي اول مره اشوفها عند حضرتك. احنا ده منتج جديد. منتج جديد صح؟ منتج جديد. ممكن تقوله لنا كده باذنك؟ ممكن نفتح لو عايز. لا نفتح، يبقى احنا صايمين بقى. هنتعب نفسنا، اللي هتبقى عصبنا ليه؟ ده بالبيتزا. ده بيتحين وهو لسه مثلا بيتشكل؟ لا، هو بيتخبز مع الحشو. بيتخبز وهو تكنولوجي عاليه قوي. اخدت ده المنتج ده كان يعني متعب. مين المنافس لينا بره فيه؟ امريكا. امريكا؟ وتقدرت نفسي بالمنتج ده في امريكا؟ طب ايه تاني؟ فرجينا ايه جديد عندك تاني؟ عندي اللي هو ايه الحر عندك؟ الحر بس عايده، نحب الحر. احنا بص، في المانشوز برضو بجبنه حاره، ده على فكره اكتر واحد بيتباع فيهم، وانا اكتر واحد بحبه برضو. وعندنا السويت تشيلي اللي هو سويت تشيلي، وجبنه حاره برضو في المنتجات العاديه بتاعتنا، وعندنا هالوبينو. مين اللي بيوردك بقى الحاجات دي؟ عندنا شركات عالميه هي اللي بتورد لنا، متخصصه بتعمل لك الفليفر اللي انت بتحتاجيه. وبنطلب وبنقعد وبنعمل تيست وبنتفق، ويعني بندوخهم شويه معانا ان هم توصل للتيست اللي عشان كده. التيست اللي في دماغك. بنشتغل على القيمه الغذائيه للعجينه نفسها. طبعا، يعني نحط فيتامين، نحط حاجات، مش بنحط دايركت. كل المنتجات اللي احنا بنستعملها فيها قدر من الفيتامينز الطبيعيه، بس احنا ما بنزودش حاجه من عندنا غير لو الطلب مننا. بس اقدر يعني لو سالتك القيمه الغذائيه لكيس ده ايه هتقولي لي ايه؟ حسب وزنه. يعني 30 جرام اظن 118 كالوري. ممتاز زي جدا. حته عيش يعني. على فكره الوصفه الاساسيه لكل اطباء الرجيم والتخسيس للناس اللي عايزه تتبع حميه غذائيه، خد البريتزو. وده الدهون اللي فيها دهون تكاد تكون معدومه. الدكتور محمود، اخبارنا ايه دكتور محمود حسني؟ دكتور محمود يعني قوته في البحوث والتطوير، هو بيبتدي وبعدين بيسيبنا احنا نبلور يعني يلا نحشيها بالجبنه، يلا نحشيها بالصوصات. يعني هو اللي طلع بالفكره بتاعه المانشوز مثلا. المانشوز هو اللي عمل المنتج اللي في الكيس بتاعه فيه كل المنتجات. واحنا عندنا المانشوز وعندنا بريتزو، والبريتزو ده الرئيسي. وميكسي. ميكسي. صح كده؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق مفيش، لكن علامة تجارية بتاعتهم. عملنا البريتزو دي أول حاجة. بريتزو اللي هي دي؟ اللي هو ده. أيوه. وبعدين عملنا منشوز الدلع المحشي. لا، التاني كان الميكسي. ميكسي. وعلشان أقولك الدكتور محمود مثلا، إحنا عندنا منتج ملخبط اسمه بريتزو ميكسي، هو اللي اشتغل عليه، هو اللي ده اللي احنا شايفينه، ده يعني المنتج كله مع بعض، كذا شكل مع بعض، دائري ومربعات فده لذيذ جدا، لانه في كذا شكل، بيبقى في الاكل اكنك بتاكل مكسرات فعلا، تسالي يعني، هسميها تسالي. وعندنا الستيكس دي برضو من ضمن المنتجات اللي هي الطويله، دي اهم منتج في السفر. ده تسليه في السفر. طبعا. وطبعا بتقدر جبنه الجبنه. الولاد بيحبوه جدا.